دلوقتي قدام. ايه يا عم فين انتوا كاسرين عينيه ولا خدلي في الحوش عندكم؟ بطل بقى. لا قصدي. ده بقى جامع الحاكم بامر الله. اخيرا وصلنا له المعز لدين الله الفاطمي. هو كان مسمي كده نفسه. الحاكم بامر الله المعز لدين الله الفاطمي. خلوا بالك. خلوا بالكم في ناس كتير جدا هتلاقوهم من الزوار هنا. الجامع ده تم تجديده. بس من الخارج لا. طب هتلاقوا مأذنة دي مأذنة قديمة لم يتم تجديدها. وادي مأذنة قديمة لم يتم تجديدها. وفي اعتقاد الدروز ان الحاكم مختفي جوه احد السراديب وهيخرج في يوم من الايام وهينزل قال عند المأذنه دي اللي هو كان سيدنا عيسى عليه السلام اللي هينزل عند مأذنه مسجد دمشق. ما اعرفش هم معتقدين هذا والله اعلم. يلا احنا هندخل دلوقتي المسجد. اين اخواتك؟ طب يلا عشان نقلع الشوز. يلا نقلع الجزء. الإمام الحاكم بأمر الله الباب طبعا رائع جدا 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 عشان مخوف من الجمال. مكتوب الحاكم بأمر الله عليه. هو ده مسجد الحاكم بأمر الله. ما تحطش ليه؟ عشان نطلع نمشي على طول. هو طبعا مساحته مهوله. فيديو لا يا استاذ فتح فيديو. فيديو لا صور. أنا يا حاضر.